السلام عليكم زملائي المتدربين في دبلوم الاي سي دي ال في اكاديمية روا. اهلا بكم زملاء في الجلسة الرابعة وكذلك مع برنامج معالجة النصوص الوورد. اخذنا زملاء بالجلسة السابقة برنامج الوورد، تعرفنا على الواجهة الرئيسية ومعالجة الكلمات والفقرات، تعرفنا على اضافة الجدول وتعرفنا على بعض خصائصه، وكذلك اخذنا الارتباط التشعبي واخذنا التعامل مع الاشكال وخصائصها والسمارت ارت وإضافة ترقيم للصفحات. اليوم زملاء راح نتابع بعض الأفكار في برنامج الوورد. زملاء بالنسبة لبرنامج الوورد يعني فيه الكثير من الميزات والكثير من الأفكار، ولكن نحاول أن نجمل الأفكار الأساسية لأي مستخدم برنامج للوورد وأي شخص بده يعني يحاول يصمم مستند خاص فيه، فنحاول نعطيه الأفكار الأساسية التي تلزم ويحتاجها. طيب زملاء، أهداف جلستنا اليوم هي التعرف على ما يلي: تنسيق مستند نصي بشكل مخصص، يعني شلون على سبيل المثال يعطى لك نموذج ويطلب منك انك تصمم مستندك النصي على شكل هالنموذج المعطى. كذلك زملاء انشاء فهرس محتويات بطريقة سريعة وتحويل مستند الوورد الى صيغة البي دي اف، وكذلك راح نتعلم ان شاء الله اذا اسعفنا الوقت تصميم خاص لصفحات المستند الخاصة فيك. طيب زملاء، نروح للتطبيق العملي. زملاء، لو كان عندك نص معطى في هذا الشكل، على سبيل المثال نص وملف فيه يتحدث عن مشروع السفير على سبيل المثال، ويحوي هذا المستند صورة اللي هي شعار السفير، ويحوي كذلك شيء صفحتين، نحن ناخذ شيء صفحتين من اجل يعني نتعلم بعض الافكار لا اكثر، مو الغاية ان نكبر المستند ونضخمه، هي الافكار نفس الشيء يعني تقريبا، اذا كان المستند حجمه صغير صفحتين ثلاثة ولا كان 200 صفحة ولا 300 صفحة، الافكار هي. طيب زملاء، هذا النص الاساسي المعطى لديك ومطلوب منك انك تنسخه على هذا الشكل. على سبيل المثال شوف اول فقرتين محطوطات بشكل عمودي، و لون الصفحة بلون معين، وتحط علامة مائية، والعناوين راح يكون بهذا الحجم، حجم 16، واستخدام نص أساسي، والصورة راح تكون بهذا الشكل، والكتابة أو النص على يمين الصورة، وكذلك زملاء يكون عندي نهاية صفحة بعد فقرة فهم السياق خلال الاستجابة الإنسانية. زملاء اتمنى الكل يدقق معي، مطلوب منك انه عند كلمة السياق في فقرة فهم السياق خلال الاستجابة الانسانية، يعني بهالفقرة هاي بدي نهاية الفقرة يكون نهاية صفحة، والفكرة التالية تكون بداية صفحة جديدة. وكذلك زملاء لو لاحظتم معي الهامش العلوي يكون اعلى من بقية الهوامش، درجتين او ثلاث درجات او 3 سنتي بشكل محدد، او يعطيك على سبيل المثال 4 سنتي او 2.5 سنتي، مطلوب عنا 3 سنتي. شلون راح نقوم بهاي الافكار؟ طيب زملاء، نروح للتطبيق العملي. اذا كان عندنا هذا المستند، مطلوب منا كما قلنا بالتصميم السابق اللي توشفناه بهذا الشكل. طيب زملاء، اول شغلة زملاء، شلون بدنا نحط هوامش الصفحة العلوي، الهامش العلوي 3 سنتي. طيب زملاء، كما قلنا سابقا نروح الى تخطيط، ونروح على اعدادات الصفحة، من تخطيط تبويب تخطيط نروح على اعدادات الصفحة. هاي بشرح الواجهة الرئيسية ذكرنا هذا الشيء، اليوم راح نطبقه بشكل عملي. من التخطيط على اعدادات الصفحة نختار الزر او هذا السهم بالاسفل، نضغط عليه تظهر عندي اعدادات الصفحة. بإعدادات الصفحة عندي شيء اسمه أول تبويب الهوامش، بالهوامش عندي التبويب أعلى، حط لك الأعلى وأيسر وأسفل وأيمن. نحن مطلوب منا بالأعلى فقط نحط 3 سنتي. طيب زملاء، هو بشكل افتراضي حاط لك كل الهوامش بشكل متساوي وهو 1.27 سنتيمتر، مطلوب مني فقط بالأعلى أني حطه 3 سنتيمتر. طيب نكبر هذا الرقم لحتى يصير عندي 3 سنتيمتر، او اكتب مباشرة نعلم عليه واكتب 3، راح ياخذ 3 سنتيمتر. بعد ما حددت 3 سنتيمتر بالجزء العلوي اضغط على موافق، راح يطبق لي مباشرة، نشوف الهامش
شايفين زملاء صار عند الهامش العلوي 3 سنتيمتر، أما بقية الهوامش اليمين واليسار والأسفل كما هو عليه بالشكل الافتراضي. هاي فيما يخص الهامش العلوي. طيب زملاء، بالنسبة للون الصفحة أو الخلفية الصفحة، اللون الأساسي للصفحة هو بشكل افتراضي اللون الأبيض. طيب مطلوب مني نحطه بلون مغاير على سبيل المثال في هذا اللون أو أي لون آخر. طيب زملاء، من واجهة البرنامج نروح على تبويب تصميم، ومن تصميم عندي في الأيسر عندي لون الصفحة، اضغط عليه راح تطلع عندك العديد من ألوان الصفحة. تلاحظ معي كل ما أمشي على لون يتطبق على لون الصفحة. على سبيل المثال هو هذا اللون المطلوب، ولنفترض هو اللون المطلوب أو هذا اللون، على سبيل المثال هو هذا اللون المطلوب فرضا، أو أي لون من هالألوان، مجموعة هالألوان هاي. لاحظ معي كل ما تمشي على لون يتغير معك بالصفحة، فأنت تختار اللون اللي يناسبك أو اللون اللي يريحك أو اللون المطلوب. طيب لو ضغطنا على هذا اللون مباشرة اتفعل عندي لون الصفحات كما هو موضح. طيب زملاء، بعد ما حطينا الهامش العلوي 3 سنتي وغيرنا لون الصفحات كل الصفحات، طيب عندي فكرة، ما دام انه فاتحين تبويب تصميم عندي فكرة، هي اضافة العلامة المائية. لو لاحظت بالنموذج المطلوب في علامة مائية معينة على كل صفحة، بكل صفحة في عندك علامة مائية باللون الازرق يلي هي باخر صفحة بشكل واضح، يلي هي سفير، مكتوبة بالانجليزي سفير، هاي علامة مائية بكل صفحة. طيب زملاء، شلون راح نحط العلامة المائية بهذا الشكل؟ نروح على مستندنا النصي الاساسي، ومن تبويب تصميم عندي باليسار على جانب لون الصفحة عندي شيء اسمه العلامة المائية، اضغط عليه يعطيك نافذة فيها عدة خيارات. على سبيل المثال علامة مائية بكلمة مسودة، هاي لو تابعتم الامتحانات البكالوريا والتاسع في شيء اسمه مسودة، هاي مسودة علامة مائية بشكل مائل، مسودة بشكل افقي نموذج. طيب انا ما بدي كلمة مسودة، انا بدي شيء مخصص اللي هو كلمة سفير. شلون راح احط كلمة سفير؟ عندي زملاء بالاسفل في شيء اسمه مزيد من العلامات المائية من الانترنت من موقع الاوفيس office.com. طيب ما بدي، تحتها في شيء اسمه علامة مائية مخصصة. زملاء اضغط عليه راح يطالع لي نافذة جديدة اللي هي علامة مائية مخصصة. بالعلامة المائية المخصصة بشكل افتراضي ضغط لك على خيار بلا علامة مائية. طيب زملاء، الخيار اللي بعده في شيء اسمه صورة العلامة المائية، يعني اني احط علامة مائية على شكل صورة واضغط على هذا الزر يطلب منك تحدد وين موجودة هاي الصورة، وراح يحط لك هالصورة هاي على شكل علامة مائية، واذا بدك تغير حجمها وابعادها راح تغيره من هالخيارات هاي. طيب زملاء، انا ما بدي احط علامة مائية صورة، هي علامة المائية المطلوبة هي عبارة عن كلمة اللي هي كلمة سفير. طيب زملاء، عندي هالخيار الثالث نص العلامة المائية، اللغة هي العربية، النص محط لي بشكل افتراضي اصلي، انا ما بدي، راح اكتب كلمة سفير بالانجليزي. زملاء اغير لغة الكتابة واكتب سفير، نكبر نحط الكابس لوك، نكبر الخط سفير. طيب زملاء، نغير لغة الكتابة للإنجليزي ونضغط طبعا كابس لوك مشان الأحرف الكبيرة ونكتب سفير بالإنجليزي. طيب زملاء، بعد ما حددت كتبت الكلمة اللي بدي إياها علامة مائية، بإمكانك تأخذ نوع الخط تحدده من هون. طيب نتركه بشكل تلقائي، نتركه بشكل تلقائي كاليبري. الحجم بإمكانك تحطه تلقائي أو تغيره. اللون، اللون العلامة المائية اللي عندي إياه هو أزرق، أما اللون اللي حاط لي إياه بشكل افتراضي هو على شكل مثل الرمادي الخفيف، أنا بدي أزرق، بدي أختار لون الأزرق بهذا الشكل على سبيل المثال. بإمكانك تحط تخطيط قطري أو أفقي، راح أختاره قطري كما هو مطلوب مني لأنه قطري. لو أفقي راح يطلع عندك كلمة سفير بهذا الشكل على شكل سطري، يعني أتركه قطري وأعطيه تطبيق
وراح يضيف لك العلامة المائية. نسكر هالنافذة هاي، شوفوا زملاء ضاف عندي العلامة المائية. طيب زملاء، الخط الموجود عندي بالنص المطلوب او بالصيغة المطلوبة هو كما ما شايفين يعني معبي الصفحة، اما النص اللي عندي اياه نص صغير. النص بدي يطلب منك هو بشكل افتراضي، ما طلب منك هو بشكل افتراضي حجم الخط هو 14. اما العناوين ذاكر لك بشكل بصراحة نحط لي 16 ولون معين وبولد او مثل هذا الشكل. طيب زملاء، بالنسبة للخط بشكل عام كل الخط اللي عندي اياه هو شكل ناعم تقريبا، بدي احطه كلياته، حدد عليه، اضغط على لوحة المفاتيح كنترول اي، يتحدد عندي المستند او كل الكلام كل شيء بالمستند. بعد ما حددته كلياته بزرين كنترول اي، روح على الصفحة الرئيسية واختار حجم الخط واعطيه 14. طيب زملاء، بالنسبة للعناوين شوفها على سبيل المثال، عندي اياه 16، ذاكر لي حجمه بصراحة 16، وعندي اول فقرتين بشكل عمودي. طيب نحط العناوين بحجم خط 16 وبلون على سبيل المثال برتقالي وبشكل بولد، محطوط له بولد غامق. طيب نطبق هالشيء زملاء. زملاء عندنا العنوان الاول، اضغط عليه وبامكانك من حجم الخط تحط 16 وتعطيه بولد وتغير لون الخط الى البرتقالي كما هو مطلوب مني. شوفوا زملاء، هاي الخط ها يشبه الخط اللي مطلوب. طيب زملاء، بعد ما غيرنا حجم الخط، يا هل ترى بكل عنوان بدي اروح اعطيه نفس الخطوات؟ طيب راح ياخذ مني وقت كبير، فشو راح اسوي؟ حدد زملاء الشيء اللي حطيته، اضغط على العنوان رقم 1 مشان مو كل مره كل عنوان بدي اروح اعيد نفس الخطوات. طيب راح اشتغل بنفس الخطوه واحده اللي هي حدد العنوان المطلوب مني. وعندي شيء بالانماط، عندي عنوان 1 عنوان 2، اضغط على عنوان رقم 1. بالعنوان رقم 1 زملاء حط لك في هو بالشكل الافتراضي محطوط له تنسيقات معينة بالعنوان رقم 1. انا مطلوب مني حصرا احمر وبولد وحجم 16. بعد ما حددت العنوان ارجع اكد نفس الخطوات، حجم الخط 16 وبولد، وحط له اللون يلي هو البرتقالي مثل ما هو مطلوب مني. طيب زملاء، بعد ما حددت هالشيء، بعد ما كبست على العنوان 1، اروح حدد كل العناوين اللي بدي اياها عنوان رئيسي واضغط على العنوان 1، فتلقائيا راح يحط لي نفس النسق. عندي طريقة ثانية اللي هي نسخ التنسيق. طيب هاي زملاء راح تاخذ مني الكثير من الوقت، بدي بشكل اسرع اللي هي مباشرة باستخدام الانماط، وعدل اي نمط بالشكل اللي بدي اياه. طيب زملاء، على سبيل المثال هاي عنوان رئيسي وهاي عنوان رئيسي، على سبيل المثال اضغط عليه، على العنوان 1 نحطه عندي بعنوان رئيسي اي العنوان 1. طيب زملاء، بقية الفقرات، على سبيل المثال نفترض انه هاي فقرة فرعية من هالفقرة هاي، او من هالفقرة هاي عفوا، هاي ربما هاي ما شفناها، نحدد زملاء ونعطيه العنوان 1. طيب زملاء، لو افترضنا انه هاي الفقرة هي فقرة فرعية من الدليل، من فقرة الدليل، شلون نحطها فرعية من فقرة الدليل؟ زملاء عندي شيء اسمه عنوان 2، بعد ما حددت عليه، حددت هالفقرة هاي او عنوان هالفقرة هاي، حط له عنوان 2، اضغط على عنوان 2. من العنوان 2 شوف بالتنسيق الافتراضي اللي هو بتبويب عنوان 2 بنمط عنوان 2، شوف شلون صار الخط ناعم ومو مبين. بعد له بالشيء اللي بدي اياه، على سبيل المثال مطلوب مني اني احط هالعنوان بحجم 14، اختار له من حجم الخط 14، واختار له بولد ولون الخط مثل هالالوان الخط بالعناوين الرئيسيه اللي هو عباره عن بني غامق او احمر بهالشكل. زملاء اعتبرناها هاي
فقرة فرعية من هالفقرة هاي الرئيسية. تمام زملاء؟ هاي فيما يخص الفقرة الفرعية. طيب لو افترضنا انه هاي كذلك فقرة فرعية من العنوان الرئيسي السابق اللي هو الدليل، نضغط كذلك بعد ما حددناه نضغط على العنوان 2. طيب زملاء لاحظوا معي، صار عندي شغلة، بعد ما حددت بالنسبة للعنوان العنوان 2 اللي هو عنوان فرعي من فقرة الدليل الرئيسية، لازم أو بدي لما أضغط على عنوان 2 يتحدد عندي نفس العنوان الفرعي 2. طيب شلون راح أسوي زملاء بعد ما حطيت هالشيء هذا وضاغط على عنوان 2، أضغط باليمين على عنوان 2 وأعطيه تحديث عنوان 2 لمطابقة التحديد، أي مطابق للشيء اللي حددته بها الفقرة بعنوان الفقرة الفرعية يلي هو 14 وبولد ولون الخط بني غامق، أعطيه تحديث عنوان 2 لمطابقة التحديد. خلص حفظ لي نمط عنوان 2 بهالشيء اللي حددته بعنوان الفقرة الفرعية. طيب زملاء لو رحت على الفقرة التالي وأعطيته تحديد عنوان 2، هو بشكل افتراضي اختار عنوان 2 لأنه من شوي جيت لحطه لعنوان 2 كان لساته بالنمط الافتراضي. طيب زملاء لو بدي كذلك هالفقرة هاي أو عنوان الفقرة هاي بالنمط بعنوان فرعي بالنمط 2، عنوان 2 بعد ما حددته أضغط على عنوان 2 راح كذلك ياخذ التنسيق اللي حفظته بالعنوان 2 اللي هو 14 وبولد ولون الخط بني غامق. على سبيل المثال هاي عناوين فرعية للفقرة الرئيسية اللي هي دليل تجسيم لقيم سفير. طيب زملاء لو افترضنا انه هاي كذلك عنوان، عندي عنوان هالفقرة هاي عنوان رئيسي، طيب اضغط على عنوان رقم 1 راح يصير عندي عنوان رئيسي ولو بشكل افتراضي خط 16 وبولد ولون البني الغامق. طيب زملاء لو اخترت اذا بدي هاي حطها عن فقرة فرعية من هالعنوان الرئيسي السابق بعد ما حددته زملاء، حدد عليه بعد ما حددته اضغط على عنوان 2 راح ياخذ، طيب من شوي كان حجم الخط 16 اما بالفرعي لو الخط حجم الخط 14. طيب زملاء نتابع على سبيل المثال هاي كذلك فقرة فرعية راح اختار عنوان 2، مطبقين معي زملاء لاحظتوا شلون عم ننسق بشكل سريع باستخدام الانماط. طبعا كذلك بدك اذا كذلك بدك تفرع من الفقرات بامكانك تستخدم عنوان 3 و4 وتحدد النمط للعنوان 3 و4 بالشيء اللي بدك اياه. فهم السياق لو حطيناها فقره رئيسيه بعد ما حددت هالعنوان بشكل كامل اضغط على عنوان 1 اذا كان رئيسي و2 اذا كان فرعي من الفقره الرئيسيه السابقه. طيب زملاء عندي فكرة رئيسية اللي هي المراجع، كذلك اضغط بعد ما احدد هالكلمة هاي او هالعنوان اضغط على العنوان 1، صارت عندي عنوان رئيسي مثل بقية العناوين الرئيسية. طيب زملاء ايش في لسه عندي؟ لسه عندي زملاء اول فقرتين مثل ما انكم شايفين محطوطات بشكل عمودي وحدة بجانب الثانية. طيب هالشيء شو بدي اسوي؟ وعندي بالاساسي بالنص الأساسي المعطى العناوين وراء بعض بأسفل بعض، شلون بدي أحدد هالشيء؟ طيب زملاء لحتى أحط هالشيء هاي الفقرتين بشكل عمودي أو على جانبي بعض راح قوم بالخطوات التالية. حدد زملاء حدد هالفقرتين المطلوب مني أحطهم بجانب بعض. بعد ما حددت الفقرتين عندي شيء زملاء بالتخطيط، تخطيط الصفحة في شيء عندي بتخطيط الصفحة عندي شيء اسمه الأعمدة. طيب نعيد زملاء اللي ما تابع معي يا ريت يركز معي زملاء مشان قوم حط هالفقرتين أول فقرة وثاني فقرة حطهم بجانب بعض. شو بدي يقوم هالشيء؟ روح للمستند اللي عندي من تبويب، هو بشكل افتراضي محطوط بالصفحة الرئيسية، روح على تبويب تخطيط، من تبويب تخطيط روح على الأعمدة بعد ما حددت طبعا هالفقرتين بعد ما قمت بالتحديد، روح على الأعمدة اضغط عليه تطلع عندي عدة خيارات، هو بشكل افتراضي محطوط واحد. شلون يعني واحد؟ يعني عمود واحد للصفحة، الكلام راح يكون كله أسفل بعض.
أنا أختار اثنين أو اثنان راح يكون الفقرتين بجانب بعض، يعني صار عندي بهالشيء اللي حددته بدي إياه عمودين، بحط لي أول فقرة بعمود والفقرة الثانية بالعمود الثاني. هاي فيما يخص أول فقرتين بجانب بعض. طيب زملاء إيش في لسه عندي؟ عندي هالشيء، هذا الشيء محطوط له لون خلفية محدد، شو بدي أحط له خلفية محدد؟ طيب زملاء أروح على النص الأساسي وروح على هالشيء، هاد هو بشكل افتراضي، بشكل افتراضي ولو أنا قمت به سابق ربي راح أعيده. زملاء مطلوب مني ايش في لسه زملاء مطلوب مني؟ مطلوب مني نحط هل كام كلمة او اخر هالسطر احط له خلفية بشكل رمادي خفيف. شلون راح احط هالشي؟ هاد اروح على هل الشي المطلوب مني حدده، ومن الصفحة الرئيسية في عندي اداة التظليل، اضغط على السهم تطلع عندي عدة الوان منها التظليل، اختار الشيء اللي بدي اياه. طيب اذا كان تحدد عندي كل الفقرة، انا راح احدد على سبيل المثال فقط اول، فقط هالسطر، فقط هالسطر، هذا جملاء على سبيل المثال هالشيء مطلوب مني، هو مشان بس نتعلم يعني فكرة التظليل. تظليل شيء محدد، شوفوا زملاء نحط عندي ب بتظليل معين او خلفية لها سطر او هالكم كلمة بظل معين، اعطيه موافق اضغط عليه، فصار عندي هالكم كلمة او هالسطر او فقرة معينة بظل معين. طيب زملاء ايش في لسه عندي مطلوب؟ شوفوا الصورة اللي عندي وين موجودة، موجودة بسطر خاص فيها، محطوطة بشكل سطري، والمطلوب مني اني احطه الصورة على اليسار والنص على يمين الصورة. شلون راح احط هالشيء زملاء؟ زملاء حدد على الصورة، ومن تحديد الصورة اما تضغط على هالشيء خيارات التخطيط اللي عندك مباشرة، او تضغط باليمين وتروح على التفاف النص، او زملاء بعد ما حددت الصورة تروح على تنسيق الصورة، وفي شيء اسمه عندك التفاف النص، محطوط عندي بشكل افتراضي سطري، حطوا زملاء عبر النص وحرك الصورة وين ما بدي، حط زملاء بهذا الشكل راح تنحط عندي الصورة على اليسار والنص على اليمين. هاي فيما يخص تنسيق الصورة زملاء. ايش في لسه عندي زملاء؟ زملاء في فكرة اللي هي وربما يطلبها منك صراحة، بنهاية عندك فقرة اسمها فهم السياق، بنهاية فقرة فهم السياق في كلمة سياق بحد نقطة. زملاء لازم تكون كلمة سياق هي نهاية صفحة، والفقرة التالية هي في بداية صفحة جديدة. شلون راح نحط هذا الشيء زملاء؟ نروح لمستندنا الأساسي، أجي على فقرة فهم السياق، بآخر فقرة فهم السياق كما قلنا عندي بكلمة السياق بعد النقطة لازم يكون عندي نهاية صفحة والفقرة التالية بداية صفحة جديدة. زملاء من تخطيط كذلك تبويب تخطيط، حط فواصل، في عندي شيء اسمه فواصل اضغط عليه، عندي شيء زملاء صفحة وكاتب لك وشارح لك ايش هي الصفحة، تحديد النقطة التي تنتهي عندها الصفحة والتي تبدأ عندها الصفحة التالية. تمام زملاء، نضغط على هذا الخيار راح تكون عندي هالكلمة هاي او محل ما اشرت نهاية صفحة والفقرة التالية في بداية الصفحة الجديدة. هاي فيما يخص، هاي فيما يخص نهاية صفحة وبداية صفحة جديدة. تمام زملاء، طيب زملاء فكرة جديدة، تصور انه يطلب منك او انت باللي مستندك الشخصي الخاص فيك مطلوب منك انك تحط جدول محتويات. شلون يا ترى راح نضيف جدول محتويات سريع و فيه ارتباطات تشعبية تلقائية من ضمن الجدول، يعني بمجرد انك تضغط عليه يوديك على عنوان الفقرة مباشرة وين ما كانت موجودة في مستندك الخاص. طيب زملاء شلون راح نضيف جدول محتويات في بداية المستند؟ اول شغلة زملاء لازم نضيف صفحة جديدة. شلون راح نضيف صفحة جديدة؟ نوقف على بداية
أول سطر ونروح على إدراج ونعطيه صفحة فارغة، نضاف عندي مباشرة صفحة جديدة فارغة. زملاء، بعد ما ضفنا صفحة جديدة نروح على تبويب مراجع، وفي شيء عندي باليمين أقصى اليمين في شيء عندي جدول المحتويات، ننقر عليه. في عدة خيارات عندي، جدول تلقائي واحد، جدول تلقائي اثنين، هن تقريبا نفس بعض. نضغط على جدول تلقائي واحد أول خيار، نضغط عليه راح ينضاف عندي زملاء مباشرة جدول محتويات. بس شوف وين نضاف، ليش يا ترى نضاف بهالشكل وما نضاف عندي بأول صفحة؟ طبعا زملاء لازم أوقف على أول صفحة، راح أعطيه تراجع كنترول A ووقف على بداية الصفحة الجديدة وأعطيه إضافة جدول من جدول محتويات، أعطيه جدول تلقائي. شوف نضاف عندي بهالشكل. بس ولكن ليش زملاء نحط عندي بشكل مصغر بنصف الصفحة؟ ليش يا ترى؟ ليش ما نحط جدول المحتويات على كامل الصفحة؟ زملاء لأنه من شوي نحن حطينا أول فقرتين حطيناهم بشكل عمودي بهالشكل، فظل هالتنسيق محفوظ مع بداية أول فقرتين في المستند. فزملاء نحدد عليه، نحدد على هالشي هاد، ونروح نرجع على تخطيط من الأعمدة. شوفوا زملاء، انتبهوا زملاء عندي، من الأعمدة وين مضغوط بشكل افتراضي محطوط على 2، ارجع اضغط 1 راح يروح عندي جدول المحتويات على كامل الصفحة، بس ولكن التنسيقات ظلت مختصرة، يعني النص ظل مختصر في العمودين. طيب زملاء احذفه او اعطيه كنترول زد تراجع واروح على الاعمدة واضغط مباشرة على الواحد مشان يتحدد عندي جدول المحتويات والنص اللي فيه على كامل عرض الصفحة، من تبويب مراجع كما قلنا، جدول المحتويات والنص التلقائي. فنضاف عندي زملاء جدول بعنوان المحتويات وبتنسيق لائق وجميل مثل ما كنتم شايفين زملاء، هاي معطيك تنسيق افتراضي. إذا بدك تغير من حجم الخط بجدول المحتويات، طبعا بإمكانك تحدد عليه، ومن تبويب الصفحة الرئيسية تروح على حجم الخط تعطيه 14 أو 12 أو بحجم الخط اللي بدك إياه. طيب زملاء شوفوا معي زملاء، هل جدول منين اجى عندي؟ جدول المحتويات من شوي زملاء تولوا من حكينا بالنسبة للعناوين، أنا حددت العناوين الرئيسية على النمط بالأنماط اللي عندي، النمط العنوان واحد، أما العناوين الفرعية زملاء حطيتها بالعنوان 2. فشو راح سوا جدول المحتويات؟ أخذ كل شيء من نمط عنوان واحد حطوا عنوان فقرة رئيسية، وكل شيء محطوط من العنوان 2 حطوا كعنوان فرعي للفقرة الرئيسية السابقة مباشرة. فكرة ثانية زملاء بالنسبة لجدول المحتويات، على سبيل المثال إذا كان عندك هالفقرة هاي يلي هي فقرة فهم السياق، شلون بدي روح عليها مباشرة بنقرة؟ شوفوا زملاء لما وقف على أي فقرة في جدول المحتويات يطالع لك يعني شيء صغير مكتوب عليه كنترول زائد النقر لتتبع الارتباط، يعني إذا بدك تروح على هالفقرة هاي مباشرة في المستند تضغط على زر الكنترول راح يتغير عندك مؤشر الماوس يصير على شكل رابط، تنقر عليه يوديك مباشرة على هالفقرة وين ما كانت موجودة في المستند. واضح يا زملاء؟ طيب زملاء فكرة فيما يخص جدول المحتويات، يا هل ترى إذا أنا ضفت وعدلت على المستند اللي عندي، طيب على سبيل المثال ضفت فقرتين، شلون يا هل ترى راح يظل محافظ على التنسيق القديم لجدول المحتويات ولا لازم يتغير؟ على سبيل المثال شوف زملاء، لو أنا وقفت على هالسطر وعلى سبيل المثال أعطيته إنتر يعني شو إنتر؟ يعني إذا ضفت كلام وعدلت على المستند فصارت عندي صفحة جديدة، فيا هل ترى جدول المحتويات بده يتغير مباشرة ولا يضل نفسه؟ طبعا زملاء ما راح يتغير إلا
انك توقف عليه بعد ما تحدد على جدول المحتويات. في شيء عندي تحديث الجدول، تنقر عليه يطلع لك نافذة جديدة فيها خيارين، اما تحديث ارقام الصفحات فقط او تحديث الجدول باكمله. طبعا زملاء بامكانك تختار احد الخيارين، يعني غالبا تختار تحديث الجدول باكمله، تعطيه موافق، راح يتغير عندك ترتيب الصفحات وفقا للترتيب الجديد. لو تغير رجع عندك جدول محتويات للتنسيق السابق بامكانك تحدده، وترجع تعطيه حجم الخط اللي بدك اياه، وبامكانك تغيره، تغير لون الخط على سبيل المثال، تختار لون ازرق الى اخره. تمام زملاء، هاي فيما يخص جدول المحتويات. طيب زملاء، فكرة جديدة. طيب إذا سألتك ملف المستند النصي هالوورد أنا بدي على شكل PDF، وبدي أقرأ واطلع عليه على شكل برنامج PDF أو ملف PDF. طبعا PDF زملاء نستخدمه غالبا من أجل الحماية، من أجل عدم التعديل على الملف، ومن أجل يعني سهولة الاطلاع والقراءة. القراءة من PDF أسهل وأريح للعين من القراءة من برنامج الوورد. شلون راح نحوله إلى صيغة PDF؟ نروح زملاء على تبويب ملف. من ملف عندي شيء اسمه حفظ باسم، أخذناه سابقا بس راح نرجع نأكد عليه. أضغط المجلد الحالي على سبيل المثال، بإمكاني غيره، بإمكاني غير اسمه، اختار على سبيل المثال المستند الجديد. زملاء الأهم في هالفقرة في شيء عندي اسمه حفظ كنوع، لو ضغطت عليه راح تطلع لك عدة صيغ وعدة خيارات. شو معنات هالكلام؟ معنات هالكلام انه بإمكانك تحفظ ملفك النصي المستند للوورد بإحدى الصيغ هاي الموجودة بهالقائمة هاي. بهالقائمة عندي شيء اسمه PDF، تضغط على PDF راح يختار لك PDF ويحفظ لك ملفك بصيغة PDF بعد ما تضغط على حفظ. فنضغط على زر الحفظ فراح يحفظ لي الملف اللي عندي اياه بصيغة PDF. طبعا هالرسالة هاي زملاء طالع ليها انه يعني صار عندي مشكلة بملف PDF. لما يصير عندك مشاكل بالPDF او يحتاج الى تحديث من الانترنت ممكن يطالع لك هالصيغة هاي. كل الاحوال لو رحنا على الملف اللي حطيناه وحفظنا مستندنا فيه بصيغة PDF راح نشوف مستندنا بصيغة PDF. لو فتحته باستخدام الأدوب ريدر طالع لي مستندي بصيغة PDF مثل ما حفظته، بس ولكن بصيغة PDF. هاي جملة فيما يخص الحفظ مستند الوورد بصيغة PDF.